السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف السادس الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس القراءة بعنوان المنصور والطيور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعالوا كده يا شباب نقرأ أول فقرة. يقول لي: ذهب أحد تجار الجواهر من عدن إلى بغداد قاصدا قصر الخليفة المنصور ومعه جواهر كثيرة وأحجار كريمة، فأخذ المنصور منهما ما استحسنه من الجواهر وأعطاه سرة بها 100 دينار. انصرف التاجر مسرورا، وبينما هو في طريقه على شاطئ النهر وكان اليوم قائظا، أراد أن يتبرد بماء النهر، فوضع ثيابه وتلك السرة على الشاطئ ونزل إلى النهر، فمرت حدأة فخطفت السرة وهي تحسبها لحما وطارت في الأفق ذاهبة بها. يبقى أول فقرة بتتكلم على أن كان فيه أحد تجار الجواهر الغالية والثمينة جاء من عدن، ودي مدينة في اليمن، إلى بغداد، ودي مدينة في العراق، يقصد قصر الخليفة اللي هو الحاكم اسمه المنصور. كان مع هذا التاجر جواهر كثيرة وأحجار كريمة. المهم المنصور أخذ من هذه الجواهر والأحجار ما استحسنه، ثم أعطاه ثمن ذلك وهو سرة بها 100 دينار. يبقى أعطاه 100 دينار في سرة، يعني في كيس. ثم انصرف التاجر مسرورا فرحا، وبينما هو في الطريق ويعود إلى منزله وإلى بلدته، مر على نهر وكان هذا اليوم قائظا، يعني شديد الحرارة. ثم أراد هذا التاجر أن يتبرد بماء النهر، فوضع أو خلع ثيابه ثم وضعها على شاطئ النهر، ووضع بجانب الثياب السرة التي بها 100 دينار، ونزل إلى النهر ليستحم. فمرت حدأة وهي طائر جارح، يعني يتغذى على اللحم زي الصقر كده، فخطفت السرة وهي تحسبها لحما، كان بتحسب ان السرة دي قطعة لحم، فخطفتها وطارت في الأفق ذاهبة بها. الأسئلة اللي على الفقرة دي: من أين أتى التاجر وإلى أين ذهب؟ طبعا من عدن إلى بغداد. أي الأماكن قصد التاجر؟ طبعا قصد قصر الخليفة المنصور. ما الذي كان مع التاجر؟ كان معه جواهر كثيرة وأحجار كريمة. لماذا جاء التاجر للخليفة؟ جاء ليبيع له بعض المجوهرات. كم أخذ التاجر من الخليفة ثمنا للجواهر التي باعها؟ طبعا 100 دينار. ما الذي حدث له عند عودته؟ بينما هو في طريقه على شاطئ النهر وكان اليوم قائظا، أراد أن يتبرد بماء النهر، فوضع ثيابه وتلك السرة على الشاطئ ونزل إلى النهر. بوضع ثيابه وتلك السرة على الشاطئ ونزل إلى النهر ليتبرد بالماء، فمرت حدأة فخطفت السرة وهي تحسبها لحما وطارت في الأفق ذاهبة بها. سين 7: لماذا خطفت الحدأة السرة؟ طبعا لأنها تحسبها لحما. ننتقل للفقرة الثانية. حزن الرجل حزنا شديدا ويأس من عودة ماله. طبعا حزن حزنا شديدا ويأس، يعني فقد الأمل من عودة ماله، وأصابه الهم والمرض، وبلغ خبر الرجل إلى الخليفة المنصور. طبعا الخليفة عرف بموضوع الرجل الذي اشترى منه الخليفة بعض الجواهر والذي أعطاه 100 دينار، عرف قصته فأحضره وقال له: لو جئت إلينا حين وقع لك هذا الأمر لكنا بحثنا لك عن وسيلة نرد بها مالك، ولكن على أي حال. وهنا طبعا الشباب هنعرف ذكاء المنصور إزاي؟ تعالوا نشوف. قال له: إلى أي الجهات طار الطائر؟ الطائر ده طار من أي جهة؟ أجاب التاجر: طار جهة الشرق فوق هذا الجبل الذي يلي قصرك يا مولاي. يبقى هنا يدل على ذكاء الخليفة إن هو عايز يعرف بس الجهة اللي طار إليها الطائر، فطبعا جاوب التاجر أنها جهة الشرق فوق هذا الجبل الذي يلي قصرك يا مولاي. المناقشة على هذه الفقرة: ماذا حدث للتاجر بعدما ضاع منه المال؟ طبعا حزن الرجل حزنا شديدا ويأس من عودة ماله وأصابه الهم والمرض. سين 9: ما الذي يبين ذكاء الخليفة المنصور؟ طبعا سؤاله عن المكان الذي اتجهت له الحدأة،
وكذلك مبادرة الرجل الذي وجد المال بالكلام وإخباره بأنه يعلم أن النقود سقطت عليه من السماء. 12 إلى أي الجهات طار الطائر؟ طبعا طار جهة الشرق فوق الجبل الذي يلي قصر الخليفة المنصور. الفقرة الثالثة، فدعا المنصور شرطيه الخاص، الشرط بتاعه الخاص، وأمره بتفقد أحوال أهل تلك الناحية، يروح هناك الناحية دي ويسأل هل وجد أحد منكم مالا؟ ولم يمض وقت طويل حتى عاد الشرطي برجل يقول ويردد بين الناس أنه عثر على مبلغ من المال ولم يعرف صاحبه. أوقف الشرطي الرجل أمام المنصور فبادره المنصور قائلا، ده الموقف الثاني الذي يدل على ذكاء المنصور. الموقف الأولاني طبعا اللي هو قال للتاجر إلى أي الجهات طار الطائر، طب الموقف الثاني بقى أنه بدأ السؤال إلى الرجل الذي عثر على المال فقال له أين المال الذي سقط عليك من السماء؟ والتاجر ينظر ويتعجب، فقال الرجل ها هو ذا يا مولاي، أهو تفضل، ثم أخرج السرة. المناقشة الخاصة بتلك الفقرة، ماذا فعل الخليفة بعدما علم بجهة طيران الطائر؟ طبعا أمر شرطيه الخاص بالذهاب إلى البلدة التي في هذا الاتجاه ليتفقد أحوال أهلها. ماذا وجد الشرطي في هذه القرية؟ وجد فيها رجلا قد وجد مالا لا يعرف صاحبه. الفقرة الأخيرة، فقال له المنصور احكي لي ما حدث، بيقول لمين؟ للرجل الذي عثر على السرة. فقال هذا الرجل، وكان طبعا كان رجلا أمينا لأنه احتفظ بالسرة وأعادها إلى صاحبها، قال الرجل بينما كنت أعمل تحت نخلة إذ سقطت أمامي السرة فأخذتها، خدتها، وراقني منظرها، ولكن أعجبني منظرها، ولكن طبعا لأنه رجل أمين حافظ عليها حتى أعادها إلى صاحبها. فقلت إن الطائر اختلسها من مكان ما، أكيد الطائر اختلسها يعني سرقها من مكان ما، فاحتفظت بها حتى أعرف صاحبها. فعجب المنصور من ذلك وقال له لقد علمنا بما قلته بين الناس ولك منا مكافأة على ذلك، ثم أعطاه 100 دينار مثلما أعطى التاجر. فرح طبعا الرجل الأمين وفرح التاجر وأثنى على المنصور قائلا له، طبعا لأنه رجع له المال الذي ضاع منه، فأثنى التاجر على المنصور قائلا حفظك الله يا مولاي للبلاد والعباد. تعجب الناس عند سماعهم الحكاية من ذكاء المنصور وحيلته. المناقشة الخاصة بالفقرة الأخيرة، أين كان الرجل عندما وجد النقود وماذا كان يفعل؟ طبعا كان يعمل تحت نخلة. ماذا ظن الرجل عندما سقطت عليه النقود؟ وهل كان ظنه صحيحا؟ طبعا ظن أن الطائر اختلسها من مكان ما، طبعا كان ظنه صحيحا، يبقى نعم كان صحيحا. بماذا كافأ المنصور الرجل الذي وجد النقود ولماذا؟ طبعا كافأه 100 دينار جزاء لحفظه النقود حتى يعلم صاحبها. على ماذا يدل ما فعله الرجل مع ذكر آية تحث على ذلك؟ على ماذا يدل ما فعله الرجل الأمين مع ذكر آية تحث على ذلك؟ طبعا يدل على أمانته، هذا الرجل كان أمينا، والآية التي تحث على ذلك قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله يأمركم، طبعا يا جماعة في خطأ كتابي، يأمركم حطوا لي نقطة كمان تحت يأمركم، هي نقطة واحدة مفروض نقطتين، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله عز وجل يأمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها. تعالوا ناخد اللغويات الخاصة بهذا الدرس. قاصدا يعني متجها نحو أو ذاهبا، ماشي. أخذ منه ما استحسنه يعني رآه حسن وجميل. صرة طبعا كيس جمعها صرر. قائضا يعني شديد الحر مضادها باردا.
يأس يعني فقد الأمل ومضدها، تفاءل أو أمل. حدأ طبعا هو الطائر من الطيور الجارحة التي تتغذى على اللحوم، جمعها حدأ وحدآن وحداء. جئت أتيت، حيلة مكيدة أو خدعة، وجمعها حيل. تحسبها تظنها. الهم هو الحزن ومضدها الفرح، وجمعها الهموم. بلغ يعني وصل، اختلسها يعني أخذها خفية أو سرقها. عثر معناها وجد ومضدها فقد. يمضي يعني يمر. احكي لي ما حدث يعني قص علي ما حدث. بادره يعني سبقه أو بدأه بالكلام. أثنى يعني مدح. راقني يعني أعجبني. طبعا الآية التي في هذا الدرس قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وبكده شباب نكون خلصنا درسنا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع درس جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.